تبارك إلهنا كل حين الآن وكل أوان وإلى أبد الدهور. آمين. صحيح أنه الأناجيل المقدسة أربعة، إلا أنها إنجيل واحد من اليوناني كلمتين، هي مش كلمة واحدة. إف أنجيليون، إف يعني جيد، أنجيليون يعني خبر، الخبر الصار. لذلك نقول أنه عندنا إنجيل واحد بأربعة أحرف أو أربعة رواة لبشرى سارة واحدة، هي ميلاد المخلص وإتمامه للخلاص عن طريق تعاليمه وتضحياته وآلامه وصلبه وقيامته والعنصرة أي تأسيسه للكنيسة. الآن صحيح أنه لا يوجد عندنا توقيع لأي من الكتاب، ولكن إنجيل لوقا أكثر إنجيل إذا جاز التعبير فيه تلميح على الكاتب، بما أنه الكاتب يتكلم عن نفسه، وبما أنه هو نفس الكاتب اللي لسفر أعمال الرسل، الكتابين موجهان إلى نفس الشخصية ثيوفيلوس المكرم. إذن عندنا مرجع ملموس وعندنا شهادات من التاريخ تقول لنا من جهة أهمية الإنجيليين ومن جهة أهمية الوحي والإلهام. يعني عندنا إحنا متى مرقس لوقا يوحنا مهمين وغير مهمين في نفس الوقت. مهمين كشهود، اثنين شهود عيان اللي هم متى ويوحنا الحبيب، واثنين شهود سماع اللي هم مرقس تلميذ بطرس ولوقا تلميذ بولس ورفيق. ولكن في نفس الوقت بنقول هدول الكتاب غير مهمين، لأنه المهم هو الله وكلمة الله. الوحي والإلهام اللي في الإنجيل المقدس استخدم فلان من الناس كوسيلة، كان ممكن يستخدم غيره. إذن الشاهد مهم، ولكن مضمون الشهادة لم يكتب أهم ولم يكتب إلا بوحي من الله وإلهام منه تعالى. بتقولوا لي طيب شو الإثبات؟ الإثبات من الخارج والإثبات من الداخل. وهنا أشكر أيضا الأخ العزيز اللي دائما بلفت نظرنا إلى المؤامرات ضد المسيحية خصوصا في الغرب وبالذات في الويلات أو الولايات المتحدة الأمريكية. الآن في اتجاه بقول لك طبعا حاشا وكلا لا متى كتب إنجيله ولا مرقس كتب إنجيله، يعني فيش من هذا الكلام ولا أي شيء صحيح. طيب على أي أساس تستند؟ زي ما بقولوا على المدعي ايش؟ البينة. لما انت بتقول انه انجيل متى ليس من متى وانجيل مرقس ليس من مرقس وهكذا، انت يجب ان تثبت. انت ممكن تقلب الحكي علي وتقول لا انتم تقولون انه هذا انجيل متى مرقس لوقا يوحنا، اذا بدنا البرهان. نركز اليوم على انجيل لوقا. عندنا عدة شهادات من آباء الكنيسة من المؤرخين. نبدأ بالقديس إيريناوس. إيريناوس يعني المسالم باليوناني. ولد 140 توفي 220 أو 222. الجميل في القديس إيريناوس إنه كان تلميذ القديس بوليكاربوس أو بوليكاربوس. بوليكاربوس يعني كثير الثمر. والقديس بوليكاربوس كان تلميذ يوحنا الحبيب عدل. إذن هون عندنا شهادة من التابعين من الجيل الثالث ولكنها ترتكز إلى الجيل الأول. يقول أو يكتب القديس إيريناوس إن الأناجيل الموحى بها أربعة ليس إلا، وقد جمع روح القدس هذا العدد فلا سبيل إلى الزيادة عليه، من زيد ولا تنقيص منه.
كتب الإنجيليون هذه الأسفار المقدسة وأوصلوها إلينا لتكون أساس إيماننا وعماده في المستقبل. متى كتب إنجيله للعبرانيين بلغتهم، بيقصد اللغة الآرامية. على فكرة الإنجيل نفسه ما بسميش اللغة آرامية آرامية، بسميها عبرية. بينما كان بطرس وبولس يبشران في روما ويرأسان الكنيسة، وبعدما خرجا من روما نقل إلينا مرقس تلميذ بطرس وترجمانه في إنجيله الحقائق التي بشر بها بطرس. وكتب لوقا رفيق بولس في إنجيله ما كان يبشر معلمه بولس. وأخيرا كتب يوحنا بدوره إنجيله إذ كان في أفسس من أعمال آسيا، ويوحنا هو التلميذ الحبيب الذي استحق أن يسند رأسه إلى صدر الرب. اسمحوا لي أقول لكم أن هذا الكتيب صار له موجود ما لا يقل عن 30 سنة، وكثير من الناس ما اهتموا فيه، مع أنه لما بدنا نأخذ براهين أو دلائل أو إشارات من التاريخ، هي عنا بهالأربعين خمسين صفحة كله إيش؟ وثائق مهمة عن الأناجيل، عن الصليب وما إلى ذلك. مثلاً كيف كان الصليب بزمن المسيح، صح؟ إحنا بنقرأ في الإنجيل المقدس كلمة ستافروس، صليب. طيب كيف كان؟ ما فيش عنا كاميرات فوتوغرافية في ذلك الوقت، شو عنا؟ الحفريات، تفضلوا، أي بقدمها على الكاميرا. هذه هي الأشكال الثلاثة التي كان عليها الصليب في القرن الميلادي الأول. وهي وين اكتشفوها؟ إشي اكتشف في تل بيوت على طريق القدس الخليل، إشي منها كشف في المبكى السيدي، هذا على جبل الزيتون محل ما بكى السيد المسيح المدينة المقدسة. شايفين؟ علم الآثار والتاريخ بيكملوا أو بوضحوا لنا أشياء وردت وين؟ في الكتب المقدسة، طبعا مع علم المخطوطات. عندنا أيضا شهادة من، خلينا نقول، من ترتوليانوس. هذا مش قديس، ترتوليانوس مات 240، بيقولنا أربعة يثبتون لنا الإيمان في أسفارهم، اثنان من الرسل هما متى ويوحنا، واثنان من التلاميذ هما لوقا ومرقس. طيب أوريجانوس ولد 185، مات 254. بتقولوا لي طيب يا أبونا احنا شو بدنا في أوريجانوس، خصوصا انه هذا مصري، أوريجانوس مصري. الجميل في أوريجانوس انه اسس مدرسة للكتاب المقدس وين؟ في فلسطين، في قيصرية، قيصرية البحر اللي اليوم مع الأسف ما فيش فيها يمكن ولا مسيح. لقد عرفنا من الأقدمين أن الأناجيل أربعة، وتقريبا نفس الكلام اللي بقوله القديس إيريناوس. بعدين عندنا القديس إقليموس الإسكندري، بدناش نطول عليكم. في طبعا عندنا شهادات أخرى من بابياس وغيره. في عندنا كمان لائحة الكتب المقدسة اللي بسموها لائحة موراتوري. طب تقولوا جد موراتوري هذا تلياني، هذا معكروني، شو جابه؟ موراتوري هذا هو العالم، عالم الآثار الإيطالي اللي اكتشف لائحة الكتب المقدسة، وهي اللائحة تعود إلى القرن الثاني الميلادي. الثاني الميلادي يعني 100 120 130. إذن سميت اللائحة على اسمه هو، لائحة موراتوري، يعني اللائحة التي اكتشفها موراتوري اللي بتحكي لنا طبعا عن الأناجيل. الآن القديس لوقا كان طبيب. عندنا من نص إنجيل لوقا، الآن طبعا بحكي بسرعة وباختصار، عندنا إثباتات إنه القديس لوقا
كان طبيب او ان اثبات انه اللي كتب هاي الصفحات كان طبيب. يمكن مش طبيب انف اذن حنجرة زي دكتور بوشين ولا دكتور بالكيمياء زي استاذ وليد، انما يعني كان طبيب. الاثبات اولا رقي اسلوبه في الكتابة. يعني القديس لوقا هو افصح ابلغ كاتب من اللغة اليونانية في العهد الجديد. معنى زي ما بقولوا البجاجلة من الجماعة الطايحين مدارس، من الطايحين مدارس. يعني مثلا اذا بتلاحظوا انجيل القديس مرقس حتى باللغة العربية بتلاقي اسلوب سهل، اسلوب شعبي. الآية اللغة عفوا الجملة الأولى اللي تمتد على أربع آيات إذ أن كثيرين، معلش تقرأ لنا يا دكتور ميشيل أغلبك وجه الكاميرا على دكتور ميشيل. لوقا 1:1 زي ما بقول اقرأ المكتوب من عنوان تفضل. إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة في الأمور المتيقنة عندنا كما سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معاينين وخداما للكلمة، رأيت أنا أيضا إذ قد تتبعت كل شيء من الأول بتدقيق أن أكتب على التوالي إليك أيها العزيز ثوفيلوس لتعرف صحة الكلام الذي علمت به. نعم كملها. شكرا. إبيديبر بولي إلى آخر. طيب هاي كلها لاحظتوا كلها نفس واحد، الأربع آيات هدول جملة واحدة. يعني اللي عنده سكري أو ضغط ببنشر بنص الطريق بقدرش يكملها، هي فعلا جملة واحدة وهي كما يقول لنا الأخصائيون أفصح جملة في العهد الجديد من ناحية اللغة اليونانية. شوفي عنا إثباتات تانية. تتذكروا هذيك المرأة اللي كان عندها نزف دم؟ القديس مرقس ما هو مش دكتور مش طبيب، ماذا يقول لنا؟ بقول تألمت كثيرا، مع الاحترام للدكاترة الموجودين هون، من أطباء كثيرين، وبدل أن وأنفقت كل مالها، يعني طلعت مديونة، و بدل أن تتحسن صارت إلى أسوأ. ليش؟ لأن القديس مرقس مش داخل في نقابة الأطباء، فبيسمح لنفسه زي ما بنقول بالعربي الدارج إنه يطيح فيهم باصرة. ما تحسنتش على يدهم بل بالعكس حطت اللي فوقها واللي تحتها كمصاريف كلة عكل يا عم الياس. القديس لوقا بما إنه طبيب مش راح يقولنا انه تحسنت على يد الاطباء، ولكن بقول انه لم تتحسن، مش انه صارت الى أسوأ. هاي بخففها شوي بغطرس عنها طبعا. هذا مش قلة نزاهة حاشا وكلا، بل ايش احتراما لاصحاب المهنة. يعني بلاش بهدلة على الفاضي، يعني ما حد يعني زي ما بقول سمعة لا تجيبوا سير. في عنا كمان تفاصيل. تذكروا يسوع في بستان الزيتون، كمان شوي بيجي فصل جداد الزيتون. شو بقولنا القديس لوقا وحده بعطينا تفاصيل اللي مش ممكن إلا طبيب يقدم لنا. بقول لك وقد نال منه الجهد، بلغ منه الجهد يعني الإرهاق، إنه عرقه صار ينزل كقطرات دم على الأرض. إذا بنسأل علم الطب وعلم النفس على الأقل في هذاك الوقت بيقولوا لنا إنه هاي الظاهرة لما في حالات من القلق أقصى وأقسى أنواع القلق ممكن إنه عرق الإنسان يختلط بالدم
باليوناني بسموها إيدرو إيماتوسيس. إيدرو إيدور الماء، إيما إيماتوس الدم. إيدرو إيماتوسيس. طبعا هاي زي ما قلنا أمثلة بسيطة سريعة لضيق الوقت، ولكن حتى زي ثيوفيلوس المكرم احنا كمان نقدر نقول لأنفسنا لكي نتيقن الكلمة اليوناني أسفلية يعني التأكد الأمان الأمن، لكي نتيقن صحة ما تلقينا من تعليم ومن تقليد. بيقولوا لنا إنه إنجيل لوقا، نعم إنجيل لوقا في براهين خارجية وبراهين داخلية. شكرا لإصغائكم.